موجز الأخبار من وكالة رمل الأنباء يقدمه أسامة بليبلي. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تم خلاله بحث آخر التطورات المتعلقة بالقدس والتأكيد على ضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين وحماية القدس في ضوء قرارات قمة منظمة التعاون الإسلامي الأخيرة وتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. حضرت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب قداس منتصف الليل في كنيسة المهد في بيت لحم بمناسبة عيد الميلاد المجيد مندوبة عن جلالة الملك عبد الله الثاني. ونقلت عناب خلال القداس الذي حضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحيات وتهاني جلالة الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني للأشقاء المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة. حذرت الخطة الاستراتيجية لوزارة المياه والري للأعوام 2015 إلى 2019 من عواقب سلبية في حال لم يجري التغلب على تحديات مالية وفنية، فيما جددت أوساط حكومية الحديث عن سيناريوهات جديدة تتعلق بإعادة النظر بتعريفة المياه. إلى الأخبار العالمية، كشف وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي أن حكومته تخطط لبناء 1,000,000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس خلال الأعوام العشرين المقبلة، الأمر الذي اعتبرته وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تطبيقا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القدس عاصمة لإسرائيل. أكد البرلمان العربي أن قرار رئيس غواتيمالا بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة لن يغير شيئا على أرض الواقع. رفضت جماعات سوريا معارضة المؤتمر الذي تنوي روسيا استضافته في سوتشي بشأن سوريا، قائلة أن موسكو تسعى للالتفاف على عملية السلام التي تجري في جنيف برعاية الأمم المتحدة، واتهمت روسيا بارتكاب جرائم حرب في سوريا. أعلنت كندا أن السفير الفنزويلي لم يعد مرحبا به، واعتبرت القائم بالأعمال شخصا غير مرغوب فيه ردا على طرد كاراكاس قبل يومين القائم بالأعمال الكندية. وأخيرا، في حالة الطقس يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم، وتكون الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية والبادية ولطيف الأغوار والبحر الميت مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. نهاية الموجز، وللمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الإلكتروني rumonline.net. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.